حسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية ستعرف المناطق الشمالية للوطن غدا الجمعة طقس مشمس وحار حيث ستتراوح درجة الحرارة بين 27 إلى 30 درجة بالمناطق الساحلية و20 إلى درجة إلى 29 بالمناطق الداخلية فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كيلومتر في الساعة على المناطق الشمالية أما المناطق الجنوبية للوطن ستعرف طقسا مشمسا أيضا حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 28 إلى 39 فيما ستصل سرعة الرياح الى 50 كيلومتر في الساعه مع تطاير بالرمال